أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وأحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحمل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصارع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جلالي ينابيع الخشوع واجري اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بإليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقاء قائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرأت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكيناً
من التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية السؤل ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي دراتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جنابي لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد في العز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويأس بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على خير خلقه محمد وآله أجمعين.